الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستمعين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع هذه المحاضرات النحوية والمقررة على طلاب الفرقة الثانية من المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية. أحبابنا الكرام، هذه المحاضرات منتقاة ومختارة من كتاب النحو الواضح للأستاذين علي الجارم ومصطفى أمين. أول الأبواب التي سنشرع في شرحها هو باب الاشتغال. إحنا عايزين نعرف يعني إيه معنى هذا الأسلوب، وهو أسلوب الاشتغال. الاشتغال معناه أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه عامل. هذا العامل اشتغل عن الاسم المتقدم بنصب ضميره، اشتغل عن نصبه بنصب ضميره أو بنصب اسم متصل بضميره. طيب، احنا عندنا أحبابنا الكرام الجملة الفعلية تتكون من فعل وفعل ومفعول. يعني مثلا قابلت المدرسة. لغرض بلاغي ما قد يضطر المتكلم أن يقدم هذا المفعول ويقول المدرسة قابلته. هذا الاسم الذي يتقدم كان العامل فيه هو هذا الفعل قابلته قبل أن يتقدم، فلما تقدم هذا الاسم أصبح العامل فيه وهو الفعل قابل أصبح عاملا في ضميره الذي يعود عليه. الهاء هذه تعود على كلمة المدرس. طيب، ما الناصب لهذا الاسم المتقدم الآن؟ هذا الاسم عندما كان متأخرا كان الناصب له الفعل قابل، لكن عندما تقدم عليه اشتغل هذا الفعل عن نصب الاسم المتقدم بنصب الضمير الذي يعود عليه أو بنصب اسم متصل بهذا الضمير. يعني من الممكن أن أقول المدرسة قابلت زميله. يبقى هنا الفعل لم ينصب ضمير الاسم المتقدم وإنما نصب اسما آخر متصل بضمير يعود على الاسم الايه؟ المتقدم. طيب، يبقى إذن الاسم الذي كان متأخرا أو في الأصل كان في الأصل متأخرا أصبح في بداية الجملة. طيب، ما الناصب له؟ العلماء يقولون أنه منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور هذا. يعني معنى الكلام قابلت المدرسة قابلته، لكن حذفنا الفعل ده، هذا الفعل، تمام؟ لأن الفعل الثاني يعتبر عوضا عنه ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. يبقى إذن إحنا في أسلوب الاشتغال أحبابنا الكرام عندنا مشغول عنه اللي هو الاسم المتقدم، وعندنا مشتغل اللي هو العامل، وعندنا مشغول به اللي هو الايه؟ الضمير او الاسم المتصل بالضمير. يبقى اذن الاشتغال ان يتقدم اسم، هذا هو الاسم المتقدم، ويتأخر عنه عامل فعل، تمام؟ اشتغل عن نصب الاسم المتقدم بنصب ضميره. يعني لو لم يكن هنا ضمير لنصب هذا الفعل هذا الاسم المتقدم، لكن لما وضع هنا ضمير اشتغل هذا الفعل بنصب الضمير عن نصب الاسم الايه؟ المتقدم، تمام؟ واصبح هذا الاسم المتقدم مفعولا به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، والتقدير قابلت المدرسة قابلته. طب حذفنا هذا الفعل هنا
لأنه مفسر بفعل آخر ولا يجمع بين المفسر أو بين العوض والمعوض عنه. طيب، هذا الاسم المتقدم أحبابنا الكرام، هل يكون منصوبا فقط أم مرفوعا أم يجوز الوجهان؟ له ثلاثة أحوال. يبقى حكم الإعراب له إيه؟ ثلاثة أحوال. إما أن يكون واجب النصب الاسم المتقدم هذا الذي تقدم، أو بنسميه المشغول عنه. إما أن يكون واجب النصب أو واجب الرفع أو يجوز فيه الوجهان النصب والرفع. متى يكون واجب النصب؟ إن وقع بعد أداة تختص بالدخول على الفعل، مثل إن الشرطية، أدوات الاستفهام غير الهمزة، أدوات العرض والتحضيض، كل هذه أدوات تختص بالدخول على الأفعال. يبقى إذن الاسم المشغول عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال يجب فيه النصب، إن المدرس قابلته فأكرمه، أو وقع بعد أداة من أدوات العرض والتحضيض، هل كلمة حق تنال أجرها؟ يبقى كلمة دي اسم مشغول عنه منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور هو كلمة تنال، لأنه وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. طيب، متى يجب الرفع؟ يجب رفع هذا الاسم المتقدم أحبابنا الكرام إذا وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأسماء، زي إذ الفجائية، لام الابتداء، كل هذه أدوات تختص بالدخول على الاسم ولا تدخل على الفعل. حينئذ يجب رفع الاسم المتقدم أو اللي بنسميه المشغول عنه. خرجت فإذا المدرس يناقشه طلابه. يبقى كلمة المدرس هنا يجب رفعها لأنها وقعت بعد أداة تختص بالدخول على الأسماء. المقالة هل هذبتها؟ أيضا يجب رفع الاسم المتقدم، إن وقع هو قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أدوات الاستفهام كما هو معلوم، أدوات الشرط، ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، فحينئذ الاسم المشغول عنه هنا يكون إيه؟ يكون واجب الرفع. طيب، فيما عدا ذلك يجوز الوجهان، يعني إذا لم يقع الاسم المتقدم أو المشغول عنه بعد أداة تختص بالأفعال أو بعد أداة تختص بالأسماء يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، زي إيه؟ شرفك صن. كلمة شرفك اسم مشغول عنه يجوز فيه الرفع فأقول شرفك صن، ويجوز فيه النصب شرفك صن. لماذا؟ لأنه لم يقع بعد أداة تختص بالأفعال ولم يقع بعد أداة تختص بالأسماء. هذا هو ملخص درس الاشتغال، يعني بطريقة سهلة وميسرة. عرفنا يعني الاشتغال، وهو أن يتقدم اسم ويتأخر عن هذا الاسم عامل، هذا العامل الذي تأخر اشتغل بنصب ضمير الاسم المتقدم، تمام، اشتغل عنه بنصب ضميره أو بنصب اسم متصل بضميره. طيب، كيف نعرب الاسم المشغول عنه حضرات؟ كما قلنا الاسم المشغول عنه أو الاسم المتقدم هذا إما أن يكون واجب الرفع أو واجب النصب أو يجوز فيه الوجهان. يكون واجب الرفع إذا وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأسماء، زي مثل إذا الفجائية أو لام الابتداء، أو وقع قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، تمام؟ طيب، يجب فيه النصب متى؟ إذا وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال، كأي أدوات الشرط وأدوات الاستفهام غير الهمزة وأدوات العرض والتحضيض. فيما عدا ذلك، يعني إن لم يقع بعد أداة تختص بالأفعال أو أداة تختص بالأسماء، يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، مثل كلمة شرفك صم. هذا كل يعني ما يتصل بدرس الاشتغال بطريقة يسيرة موجزة يستطيع أن يتعلمها الدارسون بكل سهولة ويسر.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، وهو درس الاشتغال، ونبدأ إن شاء الله في درس جديد وهو درس الاستغاثة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين الشرف، وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا هو درس الاستغاثة. في هذا الدرس لابد أن نتعرف على بعض الأمور، وهو ما معنى أسلوب الاستغاثة، وما أركانه، وما أحكام هذا الأسلوب، وكيف نعرب هذا الأسلوب. الإنسان منا قد يقع يعني عياذا بالله في شدة ما أو في مصيبة ما، فيحتاج إلى من يخلصه من هذه المحنة أو من هذه المصيبة أو من هذا الابتلاء، فيلجأ إلى أسلوب الاستغاثة. يبقى إذن معنى الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة، نداء من يخلص من شدة وقعت أو يعين على دفع مشقة قبل وقوعها. هذا هو معنى الاستغاثة. إنسان يقع في شدة ما فيستغيث بمن يساعده ويخلصه من هذه الشدة، عندما كما تقول يا لله للمسلمين. هذا أسلوب استغاثة مكون من أي شيء؟ نأتي إلى أركان الاستغاثة. أركان الاستغاثة هذا الأسلوب يتكون من أداة استغاثة وهي الياء، مستغاث به وهو لفظ الجلالة، المستغاث به هو الذي تطلب منه المساعدة، مستغاث به، مستغاث له وهو من تطلب له المساعدة أو من تطلب له الخلوص والخروج من هذه الشدة. إذن أركان الاستغاثة ثلاثة: أداة نداء واستغاثة وهي الياء، مستغاث به، ومستغاث له. طيب، هذا الأسلوب أحبابنا الكرام له بعض الأحكام. أول هذه الأحكام أن المستغاث به يكون مجرورا بلام مفتوحة. لاحظوا، يا لله، يا لله، والمستغاث له يكون مجرورا بلام مكسورة، يا لله للمسلمين. يبقى إذن أول حكم من أحكام الاستغاثة أن المستغاث به يكون مجرورا بلام مفتوح. طيب، المستغاث له، والمستغاث له يكون مجرورا بلام مكسور. ده أول حكم. الأمر الثاني، إذا عطفت مستغاثا به آخر على المستغاث الموجود معي ولم أكرر يا اللي هي أداة الاستغاثة، حينئذ يكون المستغاث به مجرورا بلام مكسورة
أيضا مثل المستغاث له. يعني مثلا بمعنى عندما أقول يا لزيد و وبكر يا لزيد ولبكر لعمر. هنا لاحظوا حضرات ان انا ادي لزيد ده مستغاث به، عطفت عليه ايه مستغاث اخر، ولم اكرر اداه النداء اللي هي او الاستغاثه اللي هي يا. في هذه الحاله المستغاث به الاخر الذي عطفته يكون مجرورا ايضا بلام مكسوره مثله مثل ايه المستغاث له. يبقى اذن الحكم الثاني من احكام الاستغاثه ان المستغاث به اذا عطف عليه مستغاث به اخر ولم تقرر يا، تمام، في هذه الحاله تجر او يجر المستغاث به المعطوف بلام مكسوره مثل المستغاث له. طيب الحكم الثالث ايه حضرات؟ انه يجوز حذف، يجوز حذف لام المستغاث به والتعويض عنها بألف. يعني يجوز ان اقول يا زيدا لعمر، انا حذفت ايه لام المستغاث به، كان الاصل ان اقول ايه يا لزيد لعمر، انا حذفت هذه اللام لام المستغاث به وعوضت عنها بألف في الاخر. طب كيف اعرب يا دكتور؟ اقول يا حرف استغاثه ونداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب، زيد منادى مستغاث به مبني على ضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الالف الايه الزائده، لعمر جار ومجرور، تمام. يبقى اذن عندنا بعض الاحكام الخاصه بالاستغاثه، وهي المستغاث به يكون مجرورا بلام مفتوحه والمستغاث له يكون مجرورا بلام مكسوره. اذا عطفت مستغاثا به على مستغاث به اخر ولم اكرر كلمه يا، في هذه الحاله سيجر المستغاث به المعطوف بلام مكسوره. يجوز حذف لام المستغاث به والتعويض عنها بألف زائده. رقم اربعه، احبابنا الكرام قد تجدون اسلوبا على هيئه الاستغاثه لكنه ليس الاستغاثه وانما المراد منه التعجب. يعني عندما مثلا اقول يا للهول، ده قد يظن الناظر من اول مره ان دي اسلوب ايه استغاثه. لا، انا لا استغيث، لا اطلب الغوث من الهول، تمام، وانما اتعجب، أتعجب من كثرة هذا الهول. عندما أقول يا للحر، فهذا أيضا أسلوب تعجب وليس أسلوب استغاثة. يبقى لابد أن ننتبه أن هناك بعض الأساليب قد تكون على صورة الاستغاثة لكن المراد منها التعجب، مثل يا للهول، يا للحر. كيف نعرب يا حرف نداء وتعجب مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ اللام للحر جار ومجرور، الحر جار ومجرور، أو نقول أن اللام هنا حرف جر زائد وكلمة الحر منادى متعجب منه مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب نريد يا دكتور أن نعرب أسلوب الاستغاثة كاملا، يعني مثلا عندما نقول يا لله للمسلمين كيف نعرب؟ بكل سهولة ويسر، الياء حرف نداء واستغاثة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لله اللام المفتوحة، اللام المفتوحة هذه حرف جر زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لفظ الجلالة منادى مستغاث به
مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. للمسلمين جار ومجرور. يبقى إذن ملخص درس الاستغاثة أحبابنا الكرام، تعريفها هي نداء من يخلص من شدة وقعت أو يعين على دفع مشقة لم تقع. أركان الاستغاثة تتكون من أداة نداء واستغاثة، وهي ياء مستغاث به وهو من تطلب منه المساعدة، مستغاث له وهو من تطلب له المساعدة. أحكام هذه الاستغاثة لها بعض الأحكام، ومن ضمنها أن المستغاث به يجر بلام مفتوحة، والمستغاث له يجر بلام مكسورة دائما. الأمر الثاني أنه إذا عطفت على المستغاث به مستغاثا به آخر ولم تكرر كلمة يا، حينئذ يجر هذا المستغاث بلام مكسورة مثل المستغاث له تماما بتمام. يجوز حذف لام المستغاث به والتعويض عنها بألف زائدة في الآخر. الأمر الرابع، قد تجد بعض الأساليب على صورة الاستغاثة لكنها في الحقيقة ليست استغاثة، وإنما المراد منها التعجب. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.